فيما يخص القصد هذا، بما انه موجودين على مستوى محول مستشفى الحروق البالغه، فما برمجه اللي هي صارت قاعدين نتبعوا فيها، سوتو معناها ان بلانين اللي قدمته المقاوله قاعدين نتبعوا فيه، قاعدين نعملوا في الابديت نتاعو نحسنوا فيه. انا ما فهمش حتى نقص مستعملي الطريق لنا، يعني في حاله ابتهاج وفرح وسرور، من حيث انهم اليوم اللي مصالح ما تعطلتش، فهمتني؟ ثم الرؤيه الجديده هذه والشكل الجديد بتاع الجسور اللي باش يشوفه المواطن في تونس، يعني هذه بريقه امل، وهذا بالحق فهمت لله يخلينا نفاخر، معناها يعني معناها فهمت لله اليوم يعني باطاراتنا يعني والعمال بتاعنا المستوى اللي وصلوا له فهمت لله من النضج، يعني انه كيف النموذج بتاع العشرين جسر الموجودين في المدخل الجنوبي بتاع العاصمه اليوم يعني يماثل معنا المشاريع الكبرى في الدول المتقدمه، واللي بالفعل اليوم تونس دوله عصريه ودوله متقدمه ومتفخره، واحنا نفتخر بكفاءاتنا وعمالنا اللي اليوم اكثر من اي وقت مضى موحدين في اطار الدوله وفي اطار خدمه الصالح العام والمصلحه الوطنيه، فهمتني؟ هذا اللي يخلينا فرحانين من بعضنا الناس كلها. المياه هذه القطر 4400 يعني بالنسبه لنا المحافظه عليها اولويه قصوى، فهمتني؟ يعني ما نحبوش نصطدموا غدوه فهمت لله حادث انه يتم قطع معنا الماء على المواطنين، هذا ممنوع قطع الماء على المواطنين، يعني مسار الشبكه بتاع الماء باش يتواصل كما هو، شوف يعني والعنايه به اكثر ما يمكن، واحنا باش نعملوا الاجتماع هذا بحضور المتداخلين الكل من اجل ان نجدوا حل.